اذا عندنا المره الماضيه بتتذكر حكينا عندي الكويلز في داخل اي سي ماشين تعطيني فري فيلدز فري ماجنتيك فلكسز، واحد منهم راح نسميه يو، واحد راح نسميه في، واحد راح نسميه دبليو. الزاويه بينهم 120 درجه، فعندي هون 120 درجه، عندي هون 120 درجه، وعندي هون 120 درجه. هذول انا بدي الان احللهم على الاكس اكسس والواي اكسس. حتى نعمل هيك قبل ما نعمل هيك راح نكتب الفورمولا تبعت الساينسويد الفولتج اللي داخل او الساينسويد الفلكس اللي داخل على كل واحد من هذول. فلو جيت حكيت مثلا هون دي يو اوف تي، خليني افترض انه طول كيف هي عباره عن ساين اوميجا تي. دي في ايش لازم تكون في بالنسبه ليو؟ يو بالنسبة في بالنسبة ليو ودبليو بالنسبة لفي، ايش لازم تكون العلاقة بينهم بالزمن؟ هذول علاقة بينهم بالسبيس ايش؟ 120 درجة 120 درجة 120 درجة، بس الكويل الفلكس او الكرنت اللي بمرره شو لازم يكون علاقة 120 درجة؟ فلازم يكون هذا لاجي باي 120 ديجريز وبي دبليو يكون لاجي باي 120 درجة. هاي عندي هذول ثلاثة. يعني بمعنى لو انا اطلعت على هذا هون الفيكتور بالزمن، كيف عماله بتغير بالزمن؟ بتغير زي ساين اوميجا تي، فمعناها بيكبر بيكبر بيكبر، بصير بيك بيرجع لزيرو، بعدين بصير ماينس، بعدين هون بيرجع زيرو وهكذا، في هذا الاتجاه. لو اطلعت على في، ايش بختلف عن يو؟ متأخر عنه بالزمن 120 درجة. إذا بعمل نفس الشيء بتحرك بلس زيرو ماينس زيرو، بس في فيس شيفت بالزمن بينه وبين هذا 120 درجة بالزمن غير السبيس. ونفس الشيء الثالث هذا بتغير كساينسويد، فبزيد من زيرو ماكسيمم زيرو نيجاتيف ماكسيمم وهكذا، ولكن كمان في فيس شيفت 240 درجة. هلا احنا بدنا نثبت انه هذول اذا الفيكتورز حللناهم على الاكس وعلى الواي يتكون عندي دائره كونسبت ماجنتيود فلكس. الدائره على فكره راح تتكون من كوساين زائد ساين. اذا هذول راح احللهم بهذا الاتجاه، وهذا راح اعتبره الاكس اكسس، بدي احللهم بهذا الاتجاه، وهذا راح اعتبره الواي اكسس. هلا اذا بدي احلل فيكتور على هذا، اذا بدي احلل اليو على الواي اكسس ايش بنزل؟ كيف بنزل؟ بتغير مضروبه في زاويه؟ لا، بنزل زي ما هو. إذا بدي أحلل الفي على الإكس أكسس، مش كل الفي بده ينزل من هون، أنا هون في عندي زاوية ثيتا هي 30 درجة مش هيك؟ هلا إذا بدي أطلع هاي القطعة هذا اللي هون، أو خلينا ناخذ الإكس، إذا بدي أطلع هذا الإكس إيش علاقته بهذا؟ كوساين ال 30، إذا بضرب كوساين ال 30 في هذا الفيكتور بعطيني محصلته هون، وإذا بدي أطلع محصلة هذا على الواي أكسس شو بتطلع؟ بس نيجاتيف طبعاً. ساين ال 30 اللي هو نص. يعني نص هذا نص الطول هذا راح ينطبع هون عندي ويعطيني الاكس بالماينس. هذا نفس الشيء عندي نصه اللي هو ساين ال 30 راح يجي هون، كوساين ال 30 راح يجي ماينس، والاثنين راح يجي ماينس على الاكس وعلى الواي. اذا بدي احط الان هون جو بي اكس، يعني المحصله الماجنتيك فلكس على الاكس اكسس از فانكشن اوف تايم بدها تساوي على الاكس، هذا بياثرش عندي على الاكس مش هيك؟ صفى هذا اللي بياثر على الاكس وهذا اللي بياثر على الاكس. بي في هذا اللي هو هون بي في اوف تي ايش راح ينضرب؟ بي في كوساين 30 كوساين 30 تمام؟ ناقص لانه هذا راح يكون هيك اتجاه راح يكون بي دبليو اوف تي كوساين 30. إذا كوساين ال 30 مضروب فيهم الاثنين، وطبعا أنا عندي كي مضروب في الكل. أو لا لسه كي معروض، عفوا، كي معروض. إذا هدول مرة طلع الكوساين ال 30 برا، كوساين ال 30 اللي هو جذر الثلاثة على المهم. بضل عندي جوا بي في أوف تي ماينس بي دبليو أوف تي. لكن بي في أوف تي شو بيساوي؟ أي. بي دبليو أوف تي بيساوي هذا. هون إذا بعوض محلهم جذر الثلاثة على اثنين. بي في اوف تي راح احط محله كي، الكي كلها راح تطلعها برا. دكتور نعم. كي بس كونستنت طول، عشان ما احطش محله.
الى طول معين. الى طول اللي هو الفي ماكس او البي ماكس بالحاله هذه. عندي هون انا راح احط ساين اوميجا تي ناقص 120. بعدين عندي هون ناقص، لان هون عندي ناقص ساين اوميجا تي ناقص 240. هلا هاي لازم احللها مش هيك؟ هاي عباره عن ساين اي بلس بي او ساين اي ماينس بي، مضبوط؟ وهي نفس الشيء ساين اي ماينس بي. ايش يساوي ساين اي ماينس بي؟ طيب ساين اي بلس بي شو بيساوي؟ ساين اي ساين بي بس ساين اي ماينس بي يساوي ساين اي ساين بي ماينس ساين بي ساين بي. اوكي؟ اذا بنقدر ناخذ الان هذول نعوضهم هون، راح اخذ اذا هاي راح ناخذ الثانيه، خلينا ناخذ الثانيه، راح استعمل الثانيه واحده اللي بقول عشان اشاره الماينس تطلع معي مباشره. راح اخذ الثانيه، راح اعتبر هاي عندها اوميجا تي ماينس 120. اذا هاي لما نعوضها راح تصير عندي كي جذر الثلاث على 2. هلا هون راح يصير عندي ساين اوميجا تي كوساين 120. ساين اوميجا تي كوساين 120 ماينس كوساين اوميجا تي ساين 120. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني تذكر انه في هون ماينس، رح نضرب الماينس بالتنين. نفس الشيء رح يصير عندي ماينس ساين اوميجا تي كوساين 240 ماينس ماينس مش هيك؟ بصير بلس كوساين اوميجا تي ساين 240. مضبوط هيك غلطنا بشيء ولا مضبوط؟ طيب خلينا نعوض هلا هدول. هلا بدنا نتذكر الكوساين، الكوساين والساين والتان في المربع في الكوادرنت الاول بوزيتيف، في الكوادرنت الثاني مين بوزيتيف؟ ساين. في الكوادرنت الرابع مين بوزيتيف؟ كوساين. اذا 120 باي كوادرنت؟ الثاني. اذا كوساين 120 هي نفسها كوساين نيجاتيف، راح تصير ماينس كوساين 60. مضبوط؟ قديش كوساين ال 60؟ هي اول نقطة. الثاني ساين 120، الساين في القدرة الثاني بوزيتيف، إذا ساين 120 هو نفسه ساين 60. قديش ساين ال 60؟ جذر الثلاثة على 2 مضبوط؟ مضبوط الإشارة عندنا؟ مضبوط. ساين 120 ساين بوزيتيف ساين بوزيتيف. طيب بعدين عندي ماينس كوساين 240، 240 باي كودرنت؟ الكودرنت الثالث مش هيك؟ الكوساين الكودرنت الثالث راح يكون نيجاتيف، راح يصير عندي بلس اللي هي بتصير كوساين ال 60. كوساين ال 60 قديش؟ كمان نص. وايش ضل عندي اخر شيء؟ ساين 240، ساين 240 كمان راح تكون نيجاتيف، راح يصير عندي ماينس كوساين اوميجا تي. ساين ال 60 قديش؟ جذر الثلاثة. واضحة اللي عملناها لحد الآن؟ هلا هاي تلغي هاي مضبوط، مش هاي بتلغي هاي؟ هذا الجزء كوساين اوميجا تي في جذر الثلاثة على 2 زائد كوساين اوميجا تي في جذر الثلاثة على 2 ايش راح يعطيني؟ 2 مش هيك؟ ماينس 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 جذر الثلاثة في 2 على 2 كوساين اوميجا تي. هون ايش بضل عندي؟ جذر الثلاثة على 2 هلا اني حطيت يو في دبليو راح يطلع معي المحصلة وين؟ بماينس بماينس 6. جذر الثلاثة بجذر الثلاثة ثلاثة على 2 إذا هذا الجزء، الجزء اللي في الإكس أكسس راح يكون اتجاهه ماينس، راح يكون هيك، راح يزيد ينقص يزيد ينقص بهذا الاتجاه.
1.5 كي والطول تبعه 1.5 كي. الجزء الثاني ايش الجزء الثاني اللي بدي اعمله؟ بدي احسب هذا زائد محصلة هذا هون ومحصلة هذا هون. اللي هي راح تصير يعني البي واي بي واي اوف تي هتساوي بي يو اوف تي ناقص ناقص لان هاي راح تيجي هون نص بي في اوف تي ماينس نص بي دبليو اوف تي. الكل فاهم ليش اخذنا ماينس؟ ليش اخذت ماينس هون؟ لان هاي المحصله تبعتها اسود راح تكون هيك نفس الشيء بالماينس بالماينس بالنسبه للاكس. ليش اخذنا نص؟ لانه هاي لما بحللها هون بضرب بايش؟ بساين 30. قديش ساين 30؟ نص. صار عندي هدول، هلا بدي اعوض محل هدول بصير عندي هون محل في يو اوف تي عندي كين ساين اوميجا تي، عندي هون ماينس نص دي في اوف تي اللي هي كين ساين اوميجا تي ناقص 120 ناقص نص كي ساين اوميجا تي ناقص 200. هلا الكي كلها بقدر اطلعها برا. هذه هون كي كلها بطلعها برا، هاي فيش فيها تحليل راح اخليها زي ما هي ساين اوميجا تي. هلا ساين اوميجا تي ناقص 120 احنا كنا محللين هذه هيك مضبوط؟ ايوه ساين اوميجا تي ناقص 120 شو صارت معي؟ ساين اوميجا تي كوساين 120 ناقص كوساين اوميجا تي ساين 120 مضبوط مش هاي نفسها؟ وهي بعدين شو صارت هون؟ هي مش هاي نفسها؟ اذا هاي مع الاختلاف الوحيد انها بتنضرب كلها في نص فراح احط هاي هيك ونص وبعدين راح احلل هون ما كانش في عندي ماينس فباخذ هاي زي ما هي ماينس نص ساين اوميجا تي ماينس جذر 3 على 2 كوساين اوميجا تي مضبوط مش هذا الجزء الاول صحيح هيك كسفناه زي ما هو اخذت هذا نص ساين اوميجا تي جذر 3 على 2 كوساين اوميجا تي الكل هذا مضروب فيه ناقص نص الثاني ناقص نص بدي اخذ هذا اللي هو نفسه هذا الجزء اللي هون مضبوط بس هذا بنرتبع على ايش؟ انه كان في عندي اشاره ماينس مضبوط؟ بس اخذت نص فإشارة الماينس بقدر أحط هون بلس وأنزلها بإشارتها زي ما هي. إذا بتنزل عندي الإشارة هذه شيء بلس 0.5 ساين أوميجا تي ماينس كوساين أوميجا تي جذر الثلاثة. مضبوط هلا هون راح نشوف شو هذا بصير معي بلس وماينس خلينا نبسطها إذا هاي هلا كي راح اخلي كي برا خلينا ناخذ هذول اللي جوا عندي كي ايش اول شيء عندي؟ عندي ساين اوميجا تي بعدين ناقص ناقص زائد نص في نص ربع ساين اوميجا تي بعدين عندي نص ناقص في ناقص زائد جذر 3 على 4 زائد جذر 3 على 4 كوساين اوميجا تي بعدين عندي زائد نص في نص ربع ساين اوميجا تي بعدين عندي زائد في ناقص ناقص جذر 3 على 4 كوساين اوميجا تي وكل مضبوط في كيف هلا عندي زائد ناقص جذر 3 على 4 كوساين كوساين هدول الاثنين مشتركين مع بعض ربع وربع نص نص واحد واحد هذه اللي هي دي واي هلا بتطلعوا على الاثنين هلا لو عندي لو اجيت انا على الاكس اكسس دخلت كوساين وعلى الواي اكسس دخلت ساين
لو دخلت على الاكس اكسس هون راح ادخل كوساين، يعني كوساين لما يكون بوزيتيف راح تطيح النقطه هيك وراح تطيح النقطه هنا، ودخلت على الواي اكسس دخلت ساين، شو بيطلع معي؟ خلينا نجرب هون نشوف. اه تفضل، خلينا نجرب هون نشوف. حط ارقام، خلينا نبدا اول شيء بالزمن في البدايه. خلينا ناخذ لو كانت اوميجا تي، اوميجا تي بنقدر نعتبرها كانها ثيتا، لو كانت ثيتا بتساوي زيرو قديش رح تكون اوميجا تي؟ ساين اوميجا تي رح تصير زيرو، اذا الواي ارتفاع الواي رح يكون زيرو. طيب الاكس هاي قديش رح تكون الاكس؟ واحد ونص كي، مش هيك اعتبرها واحد، يعني اعتبرها واحد، فرح تكون وين النقطة؟ خلينا نفترض انه الثيتا الان صارت 90 او خليها 45، خلينا ناخذها 45. ساين ال 45 قديش؟ 1/2. كوساين ال 45 1/2، رح اهملها لان 1.5 كي شوي. 1/2 1/2 شو بعطوني؟ قديش هاي الزاوية؟ 45 مضبوط. قديش هذا الطول؟ 1/2 تربيع؟ لا، 1/2 تربيع نص زائد نص نص واحد جذر الواحد. زادت هاي الزاوية الآن صارت 90، قديش ساين 90؟ ساين 90 قديش؟ واحد. كوساين 90 زيرو. اذا الواي هلا صارت واحد والاكس صارت زيرو، وين صرت؟ اذا انا حطيت على الاكس، على الاكس اكسس حطيت كوساين اوميجا تي وعلى الواي اكسس حطيت ساين اوميجا تي، ايش بصير الشكل اللي بيطلع عندي بالنهايه؟ قديش هذا طوله؟ نص. الحاله هاي واحد ونص. في شغله واحده انا ما عملتها مظبوط، هذه معكوسه من هون، لما هي اشارتها معكوسه رح تكون بلا ما يكون الدوران كلوك وايز بكون كاونتر كلوك وايز، او بدل ما يكون كاونتر كلوك وايز بكون كلوك وايز الدوران. هذا بس بيعتمد اذا انا بدلت في ودبليو، يعني اذا بدلت في حطيتها محل دبليو ودبليو حطيتها محل في، شو بصير باتجاه الدوران؟ شو بنستفيد منه عمليا هذا؟ حركه المحرك. حركه المحرك، اذا حتى اعكس حركه المحرك شو بدي اعكس؟ اي اثنين بس، اي اثنين، يا الفي والدبليو يا الدبليو يا اليو والفي يا اليو والدبليو. بس خذ اي سلكين واعكس السلكين، حط الفاز هذا على هون هذاك هون، راح يعكس اتجاه الدوران، لانه راح يصير راح تروح هاي الاشاره، بدل ما هي تصير ماينس بتصير بلس، اذا ما هي تصير ماينس بلس بتصير بدل ما يلف بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه بلف بهذا الاتجاه، ماشي؟